هذا نحب انا انا الادفرسير هو اللي كسر راسه باش احنا نلعب وانتوما بفضلكم البنين بزاف ديال المغاربه ما كانوش كيعرفوها Tu peux avoir beaucoup de joueurs qui sont talentueux, qui ont beaucoup de qualités. Mais si tactiquement ils ne sont pas bien, tu ne peux pas arriver. Ben, Michel Natatia. Sofiane. Hafid. ما نعملش كليس باش تعمل كليس نعمل كليس فوق غني لا بال ونلعبو قدام يصير تو قدام انا افونتاج اللي زاد سونترو تاعو كثر ما يقدموش دونك الناس اللي معنا اكثر من لاعبيه الثاني واكثر من لاعبيه القدام يصير تو عمر عاشور البالون بهذا الحال قدمنا التحدي احنا جينا هنا البنين باذن الله نحبوا نفوزوا بالكاس هذه العزيزه ونروحوا بها للمغرب كل شيء على أحسن ما يرام التحضيرات بتاع اللاعبين كيف كيف إن شاء الله بقدرة ربي غدوك نعمل مباراة كويسة تخلينا نروحوا بالكأس للمغرب
كون ربي ماشي مبنية باهية كون ربي راهو في الكاس وفرقوا فيه الشعب وفات ربي وجاءوا فيه تروا جروب Donc oui, en effet, les finales, on n'en joue pas tous les ans, sauf si, le sort fait qu'on en joue. Donc un joueur, dans une carrière de joueur, il faut donner tout. La carrière, elle n'est pas infinie, celle d'un joueur, et les finales, il y en a peu, donc il faut tout donner sur le terrain et remporter cette coupe. Les finales, les trophées remportés dans la carrière d'un joueur, c'est tout ce qui reste après. Donc plus il y a de finales, plus il y a d'histoires, plus il y a de palmarès. Roger, ouais, top, vite, ouais, Roger, voilà, on change. احنا اليوم صيفتي سفينة صاحب جلالة المملكه المغربيه وصيفتي الشخصيه مع الطاقم ديال السفارات المملكه المغربيه مع مجموعه ديال المغاربه اللي هما مدراء ديال الشركات جاوا باش يحيوكم ويعبروكم على الفرح ديالنا واحد الفرح كبير تواجدكم في البناء لانكم كفريق وصلتوا للنهايه ماشي سهل في ظروف مناخيه صعبه لعبتوا في تنزانيا لعبتوا في المناطق الاخرى وفي ظروف ديال الجائحه ديال كورونا يعني انكم تحديتوا كل هذه الصعوبات والان الحمد لله وصلتوا للنهايه ليتس جو تري سيريو في لونترمون يلا رجع وي 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 علي توب فيت كاتا هنا 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 ورش تا وي توب كاتا وي فيت ورا تيكار الآن الثقل كبير عليكم هذا هو الحقيقة ولكن لكم من الطاقة والحمد لله ولكم من النجاعة ولكم من القدرة والكفاءة أنكم تحداوا هذه كل الصعاب وتجيبوا نتيجة ليس فقط للرجاء البيضاوي وإنما نتيجة للمغاربة كلهم اللي متوجهين ولكم الدعم الكامل وإن شاء الله التوفيق للمغرب ولكم إن شاء الله Welcome to Maroc. 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 Yeah.
والله يا ابن عبد الله. Thank you.
اللي عاملينه جوسكا ميتو سمارك ثلاثة عليك 0-0 45 مليون مزاد عنا اللي كوب على ميدون 45 مليون وبيان طبيعي تنبرد في الدار تنبرد في الدار نونا مارك ليه This is for my family, how for you? C'est ça les hommes. Là maintenant, on est des chercheurs. التشويه هذا اللي كان بين هذه الجميع الرجاويين اللي كانوا السند الوحيد ديالنا وشجعونا قبل المباراه وطلقنا يعني الرسائل بزاف وكنا كنشوفوا لي فيديوهات بزاف وصراحه حفزونا الحمد لله روح قتاليه كبيره عند اللاعبين كنشكرهم بزاف على طيله هاد المشاركه لنا في الكوب دافريك من الاول يعني حتى الاخر. اول حاجه كنبغي نشكر الطاقم التقني والطاقم الطبي وكنبغي نشكر اعضاء المكتب المسير على المجهودات ديالهم وكنبغي نشكر الجماهير اللي ساندونا وكيف ما كيشوف الجميع الحمد لله ما داش هذه الرحله كانت شاقه علينا كانوا بزاف كانت منها تنزانيا منها زامبيا منها جنوب افريقيا
يعني كان السفر متعب. الحمد لله الدراري داروا على اللي عليهم. كنبغي نشكر اللاعبين على المجهودات ديالهم، وكنبغي نشكر اي واحد ساند مذكور، والحمد لله. كنبغي نقول لهم شكرا شكرا شكرا. كنبغي نشكر جماهير الرجاويه وجماهير المغربيه عامه. كنبغي نقول لهم مبروك عليكم كاملين هذا اللقب هذا اللي صراحه كان خاص فرق رجاء اللاعبين. صراحه كانوا كيعيشوا واحد الضغوطات مؤخرا، لي سيما كما كيعرف النتائج ما كانتش معونا الفريق، ولكن الحمد لله كما كيعرف جميع الرجاء كبر في مواعيد الكبار. نقول لك لقب ثالث ليا افريقي مع فريق رجاء البيضاوي. الحمد لله كما كنت قلت مؤخرا متعطش للمزيد. الحمد لله شكرا للاعبين على القتاليه ديالهم، شكرا للجماهير الرجاويه. مبروك علينا هذا اللقب، كنهديو للجماهير الرجاوي والعائله ديالنا. الحمد لله اللقب ما جاش بالسهل، وخدمنا وربي جزانا وما خيبناش ربي اليوم. وان شاء الله كنتمنى ان شاء الله نزيدوا القدام ونزيدوا الالقاب ان شاء الله مع فريق الرجاء البيضاوي. ومبروك علينا وكنادي الجمهور الرجاء البيضاوي هذا العكوب. الحمد لله الحمد لله. هذا التتويج هنايا باي باي على خير اعاونكم. وقدره 38 ألف قدم. لقد قمنا بإغلاق Thank you.